السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. الجولة بتاعتنا النهاردة في الأمازون، ودي الجولة الثانية. الأسبوع اللي فات عملنا جولة حلوة جدا وعروض نهاية العام، عروض تبدأ من ريال 75 هللة. النهاردة جايين بقى نكمل لكم الجولة، وهنشوف بقى كده يعني مقتطفات حلوة من كل الأقسام، المواد الغذائية الأساسية والمنظفات والعطور، وكمان هنفكركم بالعروض اللي هي عروض نهاية العام. شايفين هنا صحون سيراميك أبيض سعر القطعة بريال 93 هللة، اللي هي الصحون دي كلها من السيراميك أشكال مختلفة. طبعا برضو في هنا أشكال تانية، ولكن في البداية أحب الناس بقى كلها تبدأ معنا كده بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والذكر اليوم اللي احنا بنقوله النهاردة هنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكمان ندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر أهلنا في فلسطين يا رب العالمين. كثير من الدعاء والذكر والصلاة على سيدنا محمد. ونشوف بقى الجولة الثانية بتاعتنا، الجزء الثاني النهاردة في الأمازون، وعروض حلوة جدا. شايفين الأطباق دي كلها، دي بقى بخمسة ريال 75 هلل. الأطباق دي في كمان أطباق للفرن، الحاجات دي كلها شوفناها في الجزء الأول. يا ريت الناس كلها ترجع تشوف الجزء ده وتكملوا معنا بقى العروض اللي هنجيبها لكم النهاردة في الجولة بتاعتنا في الأمازون. حاجات حلوة جدا وأسعار جميلة وعروض حلوة في الأمازون وعروض نهاية العام. وشايفين الحاجات دي بقى حاجات للتقديم، حاجات للتقديم برضو كده شكلها حلو. 5 ريال دي و 5 ريال 75 هللة. وشايفين شكل تاني برضو هو 5 ريال 75 هللة، والاشكال المستطيلة دي. كل الحاجات دي حاجات للتقديم، حاجات يعني زي صواني للتقديم، اطباق للتقديم، حاجات حلوة برضو. وفي صواني كبيرة زي دي برضو، برضو الصواني دي صواني حلوة برضو، هي في اللي هو اللون الاخضر واللون الاخضر الفاتح ده. كلها حاجات حلوة جدا، والنهاردة الجولة ان شاء الله تستمتعوا بيها جدا. طبعا رحنا قسم العطور وقسم المنظفات، ورحنا قسم المواد الغذائية الاساسية، والاطباق طبعا احنا شرحناها في اول جزء باستفاضة، شرحناها باستفاضة. شايفين الشكل ده حلو جدا، يعني الحاجات دي زي الزبدية كده او زي يعني، وعليها غطاء بلاستيك اهو، دي حلوة شكلها حلو، شكلها جميل. وفي هنا الاطباق هنا الاتنين مع بعضيهم. بنشكر كل الناس اللي انضمت لنا جديد، والناس المشتركين الجدد، وكل الناس اللي معانا دايما وبتدعمنا بالتعليقات الايجابيه. وطبعا احنا مش بنبص للتعليقات السلبيه، الناس اللي بتدخل تقول كلام مش حلو يلا بقى مش مشكله. في صواني يا جماعه حلوه برضو، الصواني شايفين النوع ده من الصينيه دي حلوه، دي حلوة جميلة 5 ريال 75 هلل. تنفع بقى في الأرز والمكرونة، صواني تقديم برضو، دي كلها من الملامين، صواني من الملامين. في حاجات برضو زي كده، حاجات كتير جدا حلوة هتشوفها معانا في الفيديو ده. وهناخدكم في جولة النهاردة في الأمازون، يلا تابعونا لآخر الجولة، وجولة حلوة جدا في الأمازون برضو. حاجات زي كده، حاجات زي كده حلوة برضو، حاجات حلوة جدا يعني. شايفين برضو زحمة النهاردة، النهاردة آخر الأسبوع، فهتلاقوا الدنيا زحمة شوية. يلا بقى نشوفكم في الجولة مع بعضينا، يلا نشوف اقوى عروض الامازون. كامل يا جماعه هنا من صواني زجاجيه للفرن، صواني زجاجيه. شايفين في المستطيل، في المستطيل اللي هو قدامنا ده، في البيضاوي جنبه، هو بيضاوي، في احجام بقى كبيره واحجام صغيره، في برضو الاشكال دي برضو دي بغطاء خشبي، غطاء خشبي. في انواع تانية برضو زي كده، في انواع زي كده، هي
وقال واحد زي كده. ده كله هنا يا جماعه قسم كامل هو لل دي حاله هي من الازاز برضو، وفي صواني زي كده برضو من الازاز، حاجات كلها من الازاز للفرن وطبعا للمائده وللمطبخ، الحاجات اللي قدامنا دي كلها 5 ريال 75 هرنه. في كمان الجنب التاني ده برضو في هنا هو بكميات، يعني مثلا اتنين مع بعض زي كده، اتنين مع بعض، في تلاتة مع بعض. طبعا قسم كامل هنا للصواني الزجاجية، صواني زجاجية مقاومة للحرارة. طبعا كل الحاجات دي في الامازون 5 ريال 75 هرنة. شايف زي ما انتوا شايفين كده، او دورة زجاجي بغطا، في انواع برضو مختلفة منه للمية وللعصير زي ما احنا شايفين اهو، للمية وللعصير. في برضو هنا برطمانات زجاجية للتوابل، للتوابل برضو هي اللي قدامنا دي، حاجات حلوة جدا برضو، برطمانات زجاجية الاتنين ب5 ريال 75 هرنة اللي هو ده. والمجات اللي قدامنا دي برضو شكلها حلو. في برضو هنا كاسات زجاجية للقهوة وللشاي، كميات كبيرة وأحجام مختلفة زي ما انتم شايفين اهو. يعني ممكن الحاجات دي تكون في ناس بتدور عليها هنا في الامازون موجودة، هي اكياس لتخزين البطاطين والمفارش زي ما احنا شايفين اهو، طبعا 5 ريال 75 هرنة. قسم العطور، في قسم العطور بقى الناس اللي هي عايزة عطور رجالي، في امير العود. امير العود دي الاسبوع اللي فات جينا ما كانش فيه خالص منه، النهارده فيه موجود وناس كتير واخده منه. مكتوب عليه كمان VIP اوريجينال، صنع في الهند، صنع في الهند، مكتوب صنع في الهند اهو. وريحته حلوه جدا، ريحه عود يعني حلوه. ده شكله، ده شكله طبعا حاطينه في العرض كده، لو عايز حاجة يعني حلوة وسعرها معقول، أمير العود ده حلو جدا هنا في الأمازون. أمير العود ده في قسم العطور 5 ريال 75 هذا. في برضه حاجات كتيرة جدا، ولكن ده اللي هو لفت نظري وما كانش موجود الأسبوع اللي فات لما جينا صورنا الأسبوع اللي فات. ده بالنسبة للعطور الرجالي، ده أمير العود. برضو بالنسبة للعطور الرجالي في اوبن، اوبن دي من الحاجات الحلوة يعني، دي اوبن برضو من الحاجات الحلوة هنا، وما كانتش موجودة برضو الاسبوع اللي فات، في حاجات كتيرة جت الاسبوع ده. فطبعا من الحاجات اللي هي بتكون عطرها جميل يعني اوبن برضو، اوبن اب كلاسيك، كلاسيك برضو دي مصنوعة في الهند، ميدن انديا. يبقى امير العود واوبن دول الحاجات اللي هم ايه يعني انا مجربهم او يعني شايف ان هم حلوين يعني. سائل غسيل العباية، سائل غسيل العباية في هنا احجام مختلفة بقى، كلها هنا على 5 ريال 75 هنا. في 2 لتر، في ده 2 لتر هو بعطر الورد كمان، وفي هنا النوع التاني برضو اللي هو قدامنا ده ارتكس، ارتكس شامبو العباية كام، 2 لتر برضو، 2 لتر. وفي انواع تانية مكتوب عليها 3 في 1، ده الاسم بتاعه يعني، اسماء، اسماء مختلفة كلها، هتلاقيها 2 لتر او 1 لتر و800، وفي 1 لتر ونص، كله ده على 5 ريال 75 هلله، 5 ريال 75 هلله. وفي اسيل اهو كمان، كله ده شامبو العباية 5 ريال 75 هلله، 1 لتر ونص، وفي 2 لتر، وفي 1 لتر و800.
كمان هنا في سائل غسيل الاطباق في جينتو. جينتو ده بيتباع في كل مكان، هتلاقوه غالي بره في الامازون هنا بخمسة ريال 75 هنده. جينتو بالليمون، وفي جينتو بالتفاح، كمان في لوكس كمان اهو، لوكس 725 ملي برضو بخمسة ريال 75 هنده. وفي انواع تانية بقى، هتلاقوا انواع تانية حجم كبير لتر ونص، وفي 3 لتر، ولكن احنا بنشوف الحاجات اللي هي موجودة بره بسعر غالي. يعني فوق الغسيل في هنا انواع كتير جدا، في انواع كتير جدا اهي قدامنا. ده 1 لتر و200، او 1 كيلو و200، 1 كيلو و200 ده 5 ريال 75 هلله. الاسم بتاعه ده بالليمون، ده الاسم بتاعه. في هتلاقي بقى في حاجات كتير جدا هنا موجوده، في العملاق كمان اهو، العملاق 1 كيلو برضه 5 ريال 75 هرره. في العملاق، وفي انواع تانيه، في برضه النوع ده كله هنا 1 كيلو. وشوفنا 1 كيلو و200، وهتشوف بقى في هنا برضه ده بيقول لك ده 2 مع بعضيهم، بقى 2 مع بعضيهم، والطيط ده فيه 4 مع بعض برضو بنفس السعر. يعني في اسعار حلوة هنا في قسم المنظفات في مسحوق الغسيل. من الحاجات برضو اللي موجودة هنا في الامازون وسعرها حلو جدا، يعني 5 ريال 75 هلله بالضريبة، مكعبات مرق الدجاج. الاسم اللي قدامنا ده، دي الاسم بتاعها، يعني طبعا دي صناعة أردنية، ده صنع في الأردن اهو، صنع في الأردن. وفي نوع تاني كمان، النوع برضو ده، النوع ده برضو صنع في الأردن كمان، صنع في الأردن، 24 مكعب. يعني طبعا مرقة الدجاج، الأنواع اللي هي موجودة كلها سعرها غالية. طبعا دي أنواع موجودة في الأمازون، الواحدة 5 ريال 75 هرة، نفس حجم الأنواع التانية اللي هي أسعارها زادت يعني. وصناعة أردنية، يعني صناعة عربية أردنية. مرقة الدجاج في الأمازون 5 ريال 75 هرة الواحدة. هنا الأرز يا جماعة، اللي هو أرز نور جيهان، اللي هو أرز بسمتي أبيض 1 كيلو، أرز بسمتي أبيض 1 كيلو، شايفين كميات كبيرة والناس واخدة منها. الواحدة 5 ريال 75 هرة، 5 ريال 75 هرة لو 1 كيلو نور جيهان، ده أرز بسمتي، أرز بسمتي. الدقيق أسعاره حلوة جدا، الدقيق ده أو الطحين، طحين مخابز المطاحن الأولى 10 كيلو، 10 كيلو ب5 ريال 75 هرم، 10 كيلو يعني حجم عائلي كبير، 10 كيلو، مدعم بالحديد والفيتامينات، صالح لمدة 6 شهور من تاريخ التعبئة، 5 ريال 75 هرم. قسم للعصائر، عصائر راني، الواحدة لتر ونص 5 ريال 75 هرلة، بتتباع بره 7.5. في كمان هنا برضو عصائر هي كرتون، وال برضو الواحدة لتر 5 ريال 75 هرلة. في كمان حليب، كمان حليب وال لتر برضو 1 ريال 75 هرلة. وفي كمان المراعي وندى، المراعي وندى والصافي، اللي هو حليب 1 لتر ب5 ريال 75 هرلة. وطبعا دي عصير مانجا، عصير مانجا وتفاح مع بعض 1 لتر، وعصير راني. في برضه عصير طبيعي كمان هنا، هو 100% مكتوب عليه طبيعي، 100% مانجا برضه 1 لتر. وفي العصائر ديت 3 حبات، 3 حبات ب5 ريال 75 هرلة. في كمان هنا عصائر برضو هنا زي ما احنا شايفين، دي بتتباع بره بكام يعني، الواحدة 2.5 ممكن او بتلاتة، ب3 ريال. هنا برضو عاملين عروض على عصائر الربيع،
عصائر الربيع، التلاتة دول عرض خاص اهو، التلاتة دول 5 ريال 75 هللة، واللي هو الحجم الصغير، الحجم الصغير اللي هو 125 ملي، الستة ب5 ريال 75 هللة، عصائر الربيع معروفة جدا يعني، والحجم الكبير اللي هو 250 ملي، التلاتة مع بعضيهم 5 ريال 75 هللة. في كمان برضو عصائر تانية، هي وال برضو، ده كام واحدة؟ دي 4. هنا في قسم للعصائر والحليب، في حاجات حلوة برضو وعروض حلوة وأسعار حلوة، وكمان في برضو الشيبسي والبطاطس، شايفين هنا برضو عروض اهي على البطاطس، دول التلاتة، التلاتة مع بعض اهو، او التلاتة ب5 ريال 75 هللة. البطل ده، البطل اللي هو الحجم الكبير، البطل برضو الحجم الكبير، التلاتة 5 ريال 75 هللة، الناس واخدة منه كتير جدا يعني، ده كله ده البطل ده، التلاتة مع بعضيهم 5 ريال 75 هللة. برضو هنا برضو في حاجات من الحاجات الحلوة برضو، اللي هي رافان دي، اللي هي كرات جوز الهند، كرات جوز الهند اللي هي زي رافاييلو كده، في طبعا اللي احنا كنا بنصورها بباندا، بتكون ب15 ريال و16 ريال، لما بتنزل عرض حلو جدا، كانت بتنزل ب13 ريال. هنا ده تقليد ليها يعني، تقليد ليها، ولكن برضو يعني حلوة برضو، كرات جوز الهند زي ما انتم شايفين اهو، مرسوم عليها جوز الهند، شكلها حلو برضو وجميلة، تفرح بيها الولاد، هدايا. الواحدة ب5 ريال 75 هللة برضو، 5 ريال 75 هللة. وفي نوع تاني برضو هنا، في نوع برضو زيها تاني كده برضو، 5 ريال 75 هللة، كرات جوز الهند. طب رافاييلو ديك هي اللي كنا بنصورها، كانت بتبقى يعني غالية، فده سعرها حلو جدا، نفس الحجم ونفس الشكل برضو، ده برضو في الامازون في قسم المواد الغذائية. حلوة جدا على الملح، هنا ملح رماس الواحدة 700 جرام، ملح طعام ناعم مدعم باليود، الاربع حبات ب5 ريال 75 هللة. وفي نوع تاني برضو، النوع ده برضو ساسة برضو، ده برضو الاربع حبات، في اللي هو الخير، ملح الخير ده الاثنين، ملح الخير الاثنين ب5 ريال 75 هللة، لكن ده رماس ده كويس جدا يعني، الاربع حبات ب5 ريال 75 هللة. حاجات بقى الناس كتير بتاخدها وعليها اقبال، اللي هي الميه اللي هنا دي، ميه اسمها قطرات 15 لتر، يعني 4 جالون، فيها طبعا بيقول لك هنا، شوف شوف شكلها عامل ازاي، ده مع صنبور يعني زي حنفية كده، 15 لتر، دي مياه ابار معالجة صالحة للشرب، دي 15 لتر، 15 لتر، وشايفين بقى ناس كتير واخدة منها يعني، 5 ريال 75 هللة. وكمان شايفين برضو المية هنا، برضو المية دي، شوف كميات كبيرة هي، يعني ده 20 حبة، في الباكت ده 20 حبة، الواحدة 330 ملي، 330 ملي، بكام؟ ب5 ريال 75 هللة. في انواع كتيرة جدا، والناس كتيرة بتاخد مية من هنا.